السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزاتي طالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، درس من دروس الفصل الدراسي الثاني. للوقاية من فيروس كورونا يجب علينا أن نحافظ على سلامتنا وسلامة أصدقائنا، وذلك بمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر. يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر. الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. في حصة اللغة العربية لسلامة معلوماتكم وفهم الدرس جيدا، انتبهي لمعلمتك، استعدي وضعي كتبك وأدواتك بشكل منظم، واجلسي جلسة صحيحة. انطلقي وشاركي وأجيبي على الأسئلة. رؤية الوزارة: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. رؤية المدرسة، هيا نستمع إليها جيدا. رؤية المدرسة: إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. انظروا معي إلى هذه الصورة، إنها صورة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه. هيا نتعرف على قيمتنا الأسبوعية. تتحدث قيمتنا الأسبوعية عن التطوع، فالتطوع يعني التكافل، التعاون، المشاركة والعطاء، الثقة والتضحية والإيثار، فمن تطوع خيرا فهو خيرا له، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يدا بيد نتطوع لنبني. هيا نقرأ أنشودة الوحدة عالم الصغير. في عالم الصغير أعيش في سرور، أحب بيئتي أصادق الطيور، في غرفتي لعب من بينها أرنوب، يظل بجانبي يشاهد الحسوب. زرعت لي فلة في بيتنا الأنيق، تأتي لها نحلة وتأخذ الرحيق. تاريخنا اليوم هو 17 من يناير عام 2021. ما اسم الشيء الذي يرفرف في مدرستي؟ أحسنتم، إنه علم قطر. ما لون علم قطر؟ أحسنتم، إنه اللون العنابي والأبيض وبه 9 رؤوس. فالعلم هو رمز لبلدنا الحبيبة قطر، لذا يجب علينا احترامه ورفعه دائما يرفرف في الأعالي. درسنا اليوم هو درس التعبير الكتابي، درس من دروس الوحدة الأولى للصف الأول الابتدائي. أهدافنا لهذا اليوم التعبير كتابيا عن الصور بلغة عربية فصحى. الهواية، ما هي الهواية؟ لدينا هوايات عدة، فمنا من يحب لعب كرة القدم، ومنا من يحب الرسم والتلوين، وأيضا منا من يحب القراءة والكتابة أو السباحة. فهذه مجموعة من الهوايات التي يفضلها العديد من الناس. هيا نعبر عن هذه الصور بجمل صحيحة تعبيرا صحيحا. انظروا معي إلى الصورة الأولى. نحدد الشيء الذي سنتحدث عنه أو سنكتب ونعبر عنه، ثم نفكر ونكتب جملة صحيحة. انظروا معي إلى هذه الصورة. انظروا إلى هذا الولد. إذا أراد هذا الولد أن يعبر عن هوايته المفضلة، ماذا سيقول؟ سيستخدم الضمير أنا، فهو ضمير من ضمائر المتكلم. حينما نريد أن نتكلم عن أنفسنا نستخدم الضمير أنا، فيقول الولد: أنا أحب قراءة القصص المفيدة. وماذا لو أراد الأولاد جميعا أن يعبروا عن هوايتهم؟ ماذا يقولون؟ أحسنتم، سيقولون: نحن نحب قراءة القصص المفيدة. أحسنتن. هيا ننتقل
إلى الصورة التالية. من هذه الفتاة؟ أتذكرونها؟ أحسنتم، إنها صديقتنا ريم. ماذا لو أرادت ريم أن تعبر عن هوايتها المفضلة؟ ماذا ستقول؟ هيا انظروا وفكروا معي. ستقول ريم: أنا أحب زراعة الزهور الجميلة. أحسنت يا ريم وأحسنتم. وماذا سيقول؟ وماذا ستقول هؤلاء الفتيات؟ نعم، سيقولن: نحن نحب زراعة الزهور الجميلة. انظروا معي إلى حمد. ماذا يفعل حمد في هذه الصورة؟ إنه يلعب. ماذا يلعب حمد؟ كرة القدم. فماذا لو تحدث حمد عن نفسه؟ سيقول: أنا أحب لعب كرة القدم. وماذا لو تحدث الأولاد جميعا؟ سيقولون: نحن نحب لعب كرة القدم. انظروا إلى ريم. ماذا تفعل ريم مع صديقاتها؟ إنها ترسم وتلون. فماذا لو تحدثت ريم بمفردها؟ ستقول: أنا أحب الرسم والتلوين. وماذا لو تحدثنا الفتيات جميعا؟ ماذا سيقولون؟ أحسنتم، وفكروا جيدا وعبروا باستخدام الضمير نحن. نحن نحب الرسم والتلوين. والآن حبيباتي لقد جاء دوركم. هيا قمنا بفتح الكتاب صفحة 27 وقوموا بالتعبير عن الصور بجمل مفيدة عن الهوايات كما في المثال. المثال الأول: نحن نقرأ القصص المفيدة. وماذا تفعلن هؤلاء الفتيات؟ نحن نزرع النباتات المفيدة. وماذا يفعل الأولاد في هذه الصورة أيضا؟ نحن نلعب كرة القدم. والصورة الرابعة: نحن نرسم ونلون. نحن نحب الرسم والتلوين. نحن نحب زراعة النباتات المفيدة. أحسنتن، والآن جاء دوركم. قوموا بالتعبير عن الجمل عن الصور بجمل صحيحة كتابيا. وإلى اللقاء. انتهت حصتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.